رجعنا معكم مشاهدينا، وهلا عندنا فقره نحكي فيها عن حساسيه البيض. طبعا كلنا بنعرف قديش البيض يعتبر من اهم الاطعمه اللي نحن بناكلها والمفيده جدا للجسم، هو مصدر عالي من البروتينات خاصه اللي موجوده بالبياض، وعندنا كمان الصفار البيض اللي هو مفيد جدا، رغم انه في كثير اشخاص بيخافوا يتناولوه، بس انا دائما بنصح انه تناولوا البيض او تناولوا البيضه كامله بياض وصفار، لانه الصفار صحيح بيحتوي على نسبه عاليه من الكوليسترول، انما هالكوليسترول منه مضر بشكل كثير كبير او مثل ما مفكرين للكوليسترول اللي بالدم، وبنفس الوقت بيحتوي على ماده اسمها الكولين، واللي هي مفيده ومهمه جدا جدا عند الاطفال لتطوير الدماغ والذكاء والتركيز وعند السيدات الحوامل. إلا أنه البيض للأسف يعتبر من مجموعة المأكولات اللي ممكن تكون بتسبب الحساسية عند بعض الأشخاص وتحديداً عند الأطفال، لكن حساسية البيض موجودة أكثر بكتير عند الأطفال من عند الأشخاص اللي هن كبار بالعمر، وهذه الحساسية مع العمر، يعني لما الطفل يكبر تدريجياً بتصير تخف أو بتختفي نهائياً وبيكون عنده حساسية على البيض وبيبطل عنده حساسية نهائياً، أو ممكن ما تختفي نهائياً وتتحول تصير بدل ما تكون حساسية بيض تتحول لحساسية تانية، ممكن مثلاً حساسية عند الكبار تتحول تصير الجيوب الأنفية، ممكن تكون يعني أي نوع حساسية على وبر الحيوانات، بس هي بالأساس ممكن تكون بيض وبتتحول، أو إذا كان حظ الطفل حلو بتختفي نهائيا. هلا خلينا نحكي عن العوارض، لأنه كل أم عم بتطعمي ابنها أو بنتها بيض مثلا ولقيت هالعوارض عندهم اللي أنا رح أذكرهم هلا، بدها على طول تنتبه تاخذ بالها، بدها توقف البيض، وممكن تكون بحاجة كمان نروح على المستشفى لحتى نتأكد أنه الطفل بصحة جيدة. لكن إذا ظهر عند الطفل طفح جلدي على الجسم خصوصا حوالي الفم، يعني ممكن تكون على مثل ما عم تشوفوا بالصورة على الرقبة، وتحديدا أكثر إذا لقيتوا عند الطفل في عنده هالحساسية اللي عم تشوفوها بالصورة على التم، هيدي بتعني كمان أنه حساسية على الأكل. إذا كنتوا عم بتطعموه بيض يعني هالحساسية على البيض. إذا بلش الطفل يعطس كتير وبلش يصير في عنده حساسية بالأنف ويحك الأنف كتير، كمان ممكن تكون حساسية. إذا صار في عنا اضطرابات بالجهاز الهضمي، يعني بلش يوجعه بطنه، ألم بالبطن، ممكن شعور بالغثيان، ممكن ترجيع، هذا كمان حساسية على البيض. هون عم بمشي أنا يعني بالتدرج من العوارض اللي هي قليلة لنوصل تدريجياً تكتر العوارض، ونوصل مثلاً للشعور بضيقة التنفس أو صعوبة بالتنفس، وممكن كمان يصير في عندنا تسارع بنبضات القلب وانخفاض بضغط الدم، وممكن نوصل لدرجة الإغماء، يعني الطفل يغيب عن الوعي. هون على طول ما بدنا ننطر لحتى نوصل لآخر درجة من العوارض، أول ما نحس الطفل أنه عنده عوارض بالمعدة يعني غثيان وترجيع على طول نروح فيه على المستشفى. إذا بلشت الحساسية بالتم وبالحبوب أو الحساسية على التم وعلى البشرة من راقب الطفل، منتأكد أنه بعد ساعة أو ساعتين الحساسية خفت، إذا ما خفت كمان منروح على المستشفى. شو الإجراءات؟ شفنا العوارض مع بعض، شو الإجراءات اللي ممكن نكون عم نعملها لما يكون في عنا طفل أو أي شخص تاني حاسس أو عنده حساسية البيض؟ طبعاً أول شيء بطبيعة الحال بدنا نكون عم نتجنب المأكولات اللي بتحتوي على البيض، والبيض موجود بمأكولات كثيرة، يعني موجود بكل أنواع الحلويات تقريباً، وممكن يكون موجود بأنواع المخبوزات، وكمان موجود بالمايونيز، فبدنا نتجنب انه نكون عم نعطي الاطفال المايونيز لانه بيحتوي على البيض. كمان لو كان هيدا الطفل عنده حساسيه البيض، الام اذا كان عم يرضع، اذا كان بعده عم يرضع، الام لازم هي تكون عم تتجنب البيض، لانه ممكن كمان لما الام تتناول البيض وترضع الطفل كمان يصير في عنده حساسيه على البيض.
في عنا لقاح اسمه لقاح الانفلونزا اللي هو تقريبا اول الخريف بنعطيه للاطفال، ان كان للاطفال ولا للكبار. هيدا اللقاح الانفلونزا ما بنقدر نعطيه لطفل عنده حساسيه على البيض، مشان هيك بتلاحظوا دائما لما تروحوا تاخذوا الانفلونزا بيسالكم الطبيب، او لما تاخذوا اللقاح بيسالكم الطبيب هل في حساسيه عندكم على البيض، لانه لو ايه موجوده ما بينفع ابدا ناخذ هيدا اللقاح. وكمان في عنا بعض انواع الكريمات والشامبوهات اللي ممكن تكون عم تحتوي على البيض، تقروا عليها، اذا موجود عليها بيض ما بنستعملها، واذا كان في عنا حدا او اي شخص بالبيت عنده مشكله او حساسيه على البيض، انتبهوا تغسلوا كثير منيح الاطباق اللي بنكون اصلا استخدمنا فيها البيض من قبل.